آخر نقطة في الـ External Features of the Brain هي الـ Blood Supply، ومن خلال هذا الديجرام المبسط يتضح لنا دي كانت أجزاء الـ Brain Stem. من تحت كانت دي المظلة أوبلونجاتا، في النص الـ Bulging Part ده كان الـ Pons، وعلامته المميزة وجود الترايجيمينال نيرف، ودي كانت الميدل سيربيلر بدانكل. من فوق ده كان البرين ستيم، وعلامته المميزه وجود الانتر بدانكولار فوسه بالاجزاء بتاعتها خلف الاوبتيك كيازما والاوبتيك نيرف والاوبتيك تراكت. من خلال هذا الدياجرام البسيط نجد ان فور ارتريز ار ريسبونسبل ويز سبلاينج ذا برين with arterial blood. من الاربع ارتريز دول اتنين جايين من الفورم الماجنم، هما التو فيرتبرال ارتريز، ادي وان فيرتبرال وادي الانذر فيرتبرال ارتري. التو ارتريز التانيين جايين من فورم ايضا، هو الكاروتيد كانال الموجوده في البيز اوف ذا سكال. دي كان الايه الاربع ارتريز اللي بتغذي البرين. نبتدي اولا بالفيرتبرال ارتري. الارتري ده تم شرحه بالتفصيل بالاربع بارتس بتاعته في الهيد اند نيك، وقلنا ان الفيرتبرال ارتري بعد ما لف من حوالين اللاترال ماس اوف اطلس اللي هي فيرست سيرفايكال فيرتبرا، دخل للفورم الماجنم ومشي على المظله اوبلونجاتا كالفورس بارت، مشي على المظله اوبلونجاتا على الانتيريور سيرفيس بتاعها حتى مستوى اللور بوردر اوف ذا بونز. وهنا في هذا المكان حصل يونيون بين التو فيرتبرال ارتريز علشان يكونوا البازلر ارتري اللي مشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونز بداخل البازلر جروف. طيب تعالوا نشوف الفيرتبرال ارتريز البرانشز اللي خارجه منها والمسؤوله عن تغذيه البارت من البرين اللي ريليتد لها. من الواضح ان الفيرتبرال ارتري كان جاي من الفورم ماجنم بس ما كانش ماشي في الفيرتبرال كانال، ده كان ماشي في الترانسفيرسوريال كانال، الكانال الموجوده في الفورامنا ترانسفيرسوريا اوف ذا سيرفايكال فيرتبري. فهنجد الارتريز اللي خارجه من البرانشز اللي خارجه من الفيرتبرال ارتريز هي ارتريز هتغذي السباينال كورد والمظله اوبلونجات اساسا. فالسباينال كورد هيتغذى عن طريق الانتيريور سباينال ارتري وعن طريق التو بوستيريور سباينال ارتريز. بوستيريور من الخلف مش باينين، فادي الانتيريور سباينال ارتري. كذلك المظله اوبلونجات هتتغذى عن طريق البوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري اللي هيغذي المظله وهيغذي اللور سيرفيس اوف ذا سيربيلم. وكمان هنجده ان يدي برانشز كتير للمظله، هذه البرانشز هي الميدلري برانشز. يبقى الفيرتبرال ارتري هيطلع ميدلري برانشز للمظله، انتيريور سباينال ارتري للانتيريور يمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا سباينال كورد، البوستيريور سباينال ارتريز يمشي على الباك اوف ذا سباينال كورد، كذلك هيدي البوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري اللي كان بيغذي اللور سيرفيس اوف ذا سيربيلم وجزء من المظله اوبلونجاتا. طيب الفيرتبرال ارتري على الناحيتين هيتحدوا مع بعض، الرايت فيرتبرا والليفت فيرتبرا ارتريز هيتحدوا ويكونوا البازلر ارتري اللي هيمشي على البونس. طيب ماشي على البونس في البازلر جروف، تمام، هو ماشي بيغذي مين؟ بيطلع برانشز. هذه البرانشز لو فكنا الاسم بتاعه هتطلع هي اسمها البازلر ارتري. لو نيجي نشوف السبيلنج بتاعه، بي خفيفة ممكن نفكها لاتنين، بي تقيلة
اللي هما البونتين والبوستيريور سيريبرال ارتريز. فهنجد البونتين ارتريز مجموعه من السايد ارتريز طلع من البازلر ارتري وتغذي الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونس. الارتري الثاني اللي هو تيرمينال ارتري من البازل من البازلر اللي هو البوستيريور سيريبرال ارتري اهو ده البوستيريور سيريبرال ارتري. بنقول الاثنين. طيب الحرف اللي بعد الاي البي اللي هو الاي، فالاي اللي هو الثالث انتيريور انفيريور سيريبلر ارتري اللي هو فين؟ اللي هو عندي ده اول واحد من تحت انتيريور انفيريور سيريبلر ارتري. يبقى هنا عندي نتذكر ان الانتيريور انفيريور سيريبلر ارتري كان برانش من البازلر، بينما البوستيريور انفيريور سيريبلر ارتري كان برانش من الفيرتبرال. اذا انا عندي اثنين انفيريور سيربيلر ارتريز، واحد انتيريور من البازلر وواحد بوستيريور من الفيرتبرال. يبقى كده ده البرانش الثالث اللي هو بحرف الاي. البرانش الرابع اللي بحرف الاس اهو اللي هو السوبيريور سيربيلر. فين هنا السوبيريور سيربيلر؟ اهو هنجده مباشره بيهايند مين؟ بيهايند ذا بوستيريور سيربيلر ارتري. فهنجد البرانش الرابع اللي هو السوبيريور سيربيلر ارتري، واضح من اسمه انه كان هيغذي الابر سيرفيس اوف ذا سيربيلر. البرانش الخامس بعد كده اللي هو بحرف الاي اللي هو الانترنال اوديتوري او لابرنساين. الاي والال الانترنال اوديتوري او لابرنساين ده يغذي الانر اير. وفي الاخر اي ار اختصار ارترز. هذه هي مجموعه البرانشز اللي كانت خارجه من البازلر ارتري وسميت بناء على حروف السبيلنج بتاعت البازلر ارتري نفسه. كده يبقى انتهينا من الفيرتبرال والبازلر. تعالوا نشوف بعد كده الارتري الثاني اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري اللي هو هذا الارتري. الانترنال كاروتيد ارتري احنا شرحناه قبل كده مع النك وشرحناه مع الكرينيال كافيتي لما قلنا ان ده واحد من التو تيرمينال برانشز اوف ذا كومن كاروتيد ارتري اللي مشي في النك كورس مع الاكسترنال كاروتيد، غير انه ما كانش بيدي اي برانشز ان ذا نك. ده مشي في الكاروتيد شيس وغادر الكاروتيد شيس بدخوله فين؟ في الكاروتيد كانال، ومشي كورس في الكاروتيد كانال ابورس فوروردز اند ميديالي علشان يسيب الكاروتيد كانال ويدخل في قلب الكافيرنس ساينس، ويمشي الكورس بتاعه الشهير في الكافيرنس ساينس ويغادر الكافيرنس ساينس اللي كان موجود على ايه؟ الكافيرنس ساينس كان موجود على السايدز اوف ذا بودي اوف سفينويد. هيغادره في هذه المنطقه ويتجه لاترالي، هيمشي على الروف ويتجه لاترالي. ده كان الانترنال كاروتيد ارتري بيعطي برانشز بيعطي عدد ستة برانشز هتتولى تغذية الديفرنت بارتس اوف ذا برين كالآتي. اول ارتري هيمشي على الميديال سايد، مش باين في الرسمة ليه؟ لانه ممسوح. ممسوح مع مين؟ ده كان الانفانديبلم اوف ذا بيتوتري جلاند، ده كان جزء من الهايبوثالاموس. ماسك فين؟ ماسك في البيتوتري اللي موجودة هنا. اتشالت البيتوتري جلاند وتشال معاها الارتري اللي بيغذيها اللي طالع من الانترنال كاروتيد اللي هو اول واحد اللي اسمه هايبوفيزيال ارتريز. احنا عندي اتنين هايبوفيزيال ارتريز، واحد رايت واحد ليفت. طيب ايه الهايبوفيزيال وازاي بيتيوتري؟ لان الاصل اللاتيني لكلمه بيتيوتري هي الهايبوفيسز سيربراي، وعلى هذا الاساس سمي هذا الارتري اللي بيغذي البيتيوتري باسم الهايبوفيزيال ارتري. ده كان اتجاهه ميديال. الارتري التاني ماشي فوروردز ناحيه الاي، ناحيه الاي جلوب، هيسموه الاوفسالميك ارتري. يعني يمشي ناحيه اتجاه عينيا انا وانا باصص على الرسمه ديت. طبعا هو مش موجود لان الرسمه دي مش مجسمه. فالارتري نجده ماشي من هنا وماشي في اتجاه ما احنا بننظر اليه، اسمه الاوفسالميك ارتري. طيب الارتري اللي بعد كده اللي اسمه الانتيريور كورويدال ارتري.
anterior choroidal artery هما اتنين طالعين بعد كده ماشيين backwards، ال anterior choroidal وال posterior communicating. ال anterior choroidal artery وال artery نقف عنده شوية، هنقول واحد من البرانشز اللي خارجة من الانترنال كاروتيد وماشي للخلف راكب على مين؟ على الاوبتيك تراكت. اما الارتري اللي بعد كده رقم اربعة اسمه posterior communicating artery، هو ارتري ايضا متجه الى الخلف وبيشارك في تكوين السيركل اوف ويلس. التو تيرمينال برانشز بعد كده اللي هما الانتيريور سيربرال ارتري اللي بيمشي فوق الاوبتيك نيرف والميدل سيربرال ارتري اللي بيتجه لاترالي، كده يبقى ستة ارتريز عندنا خارجين من الانترنال كاروتيد ارتري. احنا شرحنا الهايبوفيزيال ارتري والاوفسالميك ارتري مع الهيد اند نيك وخلصنا منهم، لكن هيتبقى لي بعد كده الانتيريور كورويدال والبوستيريور كوميونيكيتنج والانتيريور والميدل سيريبرال ارتريز، ودي اللي احنا هنتناولها بالتفصيل في الدياجرامات اللي جايه. فنمسك اول واحد الانتيريور كورويدال ارتري. هذا الارتري انا لازم اقف عنده طويلا، لان الارتري ده متهم باتهامات خطيره وسمعته مش كويسه. طب الاول تعالوا نشوف المسار بتاعه. ده واحد من البرانشز اللي خارجة من الانترنال كاروتيد ارتري قبل ما يتفرع للتو تيرمينال برانشز بتوعه اللي هما الانتيريور والميدل سيريبر. طيب اتجاه هذا الارتري هو للخلف باكوردز، فيمشي باكوردز، وهذا الارتري هو طفيلي، هذا الارتري هو اناني، واخد على اسلوب الشحاتة واسلوب التسلق والتملق، فعشان كده شخصية هذا الارتري وحشة، متسلق على الاوبتيك تراكت، فهيمشي باكوردز في اتجاه يعبر الكراس سيريبرام اللي هو ده، وراكب على مين؟ راكب على الاوبتيك تراكت، ويفضل ماشي مع الاوبتيك تراكت لحد نهايتها. هي الاوبتيك تراكت كانت بتنتهي فين؟ بتنتهي هنا في المكان ده. مين المكان ده؟ ده بتنتهي في الباك اوف ذا ميد برين، عند مين؟ عند اللاترال جينيكولات بودي. فهنجد ان الانتيريور كورويديال ارتري هيركب الاوبتيك تراكت لحد نهايتها، لحد ما يصل الى مين؟ الى اللاترال جينيكولات بودي. ارتري انا بحبوش ان سمعته وحشة، مش عشان هو الكورس بتاعه ما فيهوش حاجة، ده هو ماشي على الاوبتيك تراكت لحد ما يصل الى اللاترال جينيكولات بودي، لكن سمعته وحشة ليه؟ شوف اللي عامل العمل الوحشة اللي هيعملها دلوقتي. هو عاوز يوصل للهدف بتاعه، الهدف بتاعه هو الكورويد فيشر اللي كان موجود في الميديال سيرفيس اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل. هناك هيشارك في تكوين بليكسس، ارتيريال بليكسس اسمها كورويد بليكسس. طب وبعدين؟ هناك هذا الارتري المتسلق الاناني الوصولي ذو السمعه السيئه اللي عينيه زيغه، هيشوف حاجة حلوة في المكان ده يعجب بيها. هي مين؟ هي الأجمل ميمبرين في البرين كافرينجز، هي البيا مطر. هيلاقيها من نفس جنسه، هو أرتري والبيا مطر عبارة عن فاسكولار ميمبرين، فيخطفها ويهرب بيها على مين؟ على اللاترال فنتركل، ويحاول يتزوجها بالإجبار بطريقة عرفية أو بطريقة يعني، فاللاترال فنتريكل يرفض فيطرده وينزل على مين؟ على السيرد فنتريكل ويتزوجها بالاكراين ارتري كاريه اللي هو الانتيريور كورويديال ارتري، ويكون ما يعرف باسم التيلا كورويديا. هي ديت التيلا كورويديا، هي البيا مطر المظلومه المخطوفه اللي خطفها البرانش من الانتيريور كورويديال ارتري وعمل بيها الدبل لاير فولد وهرب بيها على اللاترال فنتريكل ومنها على السيرد فنتريكل، وكون شكل حرف التي الشهير ارتري. لا احبه، مش لا احبه ككورس، كورس بتاعه يمكن ربما كقصة انسانية لطيفة، لكن كسلوك بيفكرنا بعهود يعني كان فيها الانانية والوصولية هي السبيل للوصول يعني. المهم تعالوا نشوف الارياز اللي بيغذيها. هو كان ماشي على الاوبتيك تراكت، هيغذي الاوبتيك تراكت، وصل لللاترال جينيكولوب بودي، هيغذي اللاترال جينيكولوب بودي،
وكان في ممر اسمه انترنال كابسول، ده كان ممر التراكتس، هيدي للبوستيريور هاف اوف ذا بوستيريور لمب اوف انترنال كابسول. ده كان الانتيريور كورويديال ارتري على الناحيتين اللي هو البرانش اللي خارج من الانترنال كاروتيد ارتري. تعالوا نشوف السيركل اوف ويلس علشان نتكلم منها على البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري وجزء من السيريبرال البوستيريور سيريبرال ارتري. السيركل اوف ويلس اللي هي دي عباره عن ارتيريال سيركل فورمد باي برانشز خارجه من الانترنال كاروتيد ارتري وال البوستيريور سيريبرال ارتري. ازاي؟ هنشوف اهو. ارتيريال سيركل راكبه على الانتر بيدانكيولار فوسا متكونه من 9 ارتريز، 1 سنجل و4 بيرت. مين هم؟ تعالوا نفتكر كده، ده البازلر ارتري اهو اللي كان اداني التيرمينال برانشز بتاعته اللي هي البوستيريور سيريبرال ارتريز. كويس، ده كان الانترنال كاروتيد ارتري اللي بعد ما غادر الكافيرنس ساينس على الناحيتين عمل ايه؟ طلع لي البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري الخلف اتحده مع البوستيريور سيريبرال ارتري، وطلع ايه كمان؟ طلع الميدل سيريبرال بس مش بعيد، بعيد عننا، مش هيشترك في تكوين السيركل اوف ويليس. ده مين هيشترك في تكوينها؟ الانتيريور سيريبرال ارتري اللي هو خارج من الانترنال كاروتيد وكده بيكمل الدايره، يبقى الدايره بتاعتنا انتيريور سيريبرال من قدام، انترنال كاروتيد في النص، بوستيريور كوميونيكيتنج بوستيريور لاترال، وبوستيريور للبوستيريور سيريبرال ارتريز. الله، بس لسه مفتوحه من هنا، فهنجد التو انتيريور سيريبرال ارتريز اهر كونكتد مع بعض اكروس ذا ميدل لاين من قدام بالانتيريور كوميونيكيتنج ارتري، وكده تتقفل الشكل السداسي بتاع السيركل اوف ويلس او السيركولاس ارتريوزاس. تمام. نتكلم بعد كده على السيريبرال ارتريز الثلاثه. ده كان منظر للانفيريور سيرفيس او للبيز اوف ذا برين، ظهر فيه البيز اوف ذا سيريبرم وظهر فيها السيريبيلم والبرين ستيم. نتذكر مع بعضنا دي السيركل اوف ويلس، وده كان هنا عند الانترنال كاروتيد ارتري اللي اداني الانتيريور سيريبرال ارتري اللي هو كان اول ارتري، اول سيريبرال ارتري هيقابلنا، خرج من الانترنال كاروتيد وهو الاصغر من التو تيرمينال برانشز، الاكبر هو الميدل سيريبرال والاصغر هو الانتيريور سيريبرال. كويس، الانتيريور سيريبرال خرج منين؟ خرج من الانترنال كاروتيد ارتري تحت الانتيريور بيرفوريتد سبستانس اللي هي كانت موجوده في الاولفاكتوري ترايجون، ده الاولفاكتوري نيرف او الاولفاكتوري تراكت، ودي الاولفاكتوري استرايا اللي عملت الاولفاكتوري تراجون، تحتها مباشره خرج مين؟ خرج الانتيريور سيريبرال ارتري، دي البدايه بتاعته. الكورس له كورس من هذا الاتجاه في الانفيريور سيرفيس وكورس اخر هيبان من الميديال سيرفيس. فالكورس اللي ظهر لنا في الانتيريور سيرفيس هنقول يمشي فوروردز اند ميديالي فوق الاوبتيك تراكت. الله، امال انا هنا في الرسم عامله تحت ليه؟ لان دي صورة طبيعية أنا مستعرها مستلفها، أما الرسم اللي أنا عاملها ده الدياجرام ده رسم يدوي بإيدي أنا، فأنا ما قدرتش أدخله ورا الأوبتيك ورا الأوبتيك كيازمة، ما عرفتش لأني لازقة في الصورة، فإما إن أنا أعمله منقط أو رسمته كده وألفت الانتباه أقول إن ماشي فوق هنا، يعني ورا الاوبتيك كيازمة. ليه؟ لانه رايح ناحيه هذا الفشر. مين الفشر ده؟ هو الفشر اللي بيفصل التو سيريبرال هيمسفيرز عن بعض اللي اسمه الميديان لونجيتيودينال فشر. هيمشي في اتجاهه، هيدخل في الميديان لونجيتيودينال فشر. كويس، ويمشي بعد كده فوروردز، وهو في هذه المنطقه هيتحد مع الاثر انتيريور سيريبرال وبالانتيريور كوميونيكيتنج ارتري. دخل هنا للميديال سيرفيس، عمل ايه في الميديال سيرفيس؟ هنشوف الرسمه دي. الميديال سيرفيس اهو دخل الانتيريور سيريبرال، تابعوا معايا، هو جه من ايه ده؟ الانتيريور جيتور فيشر اللي هو هنا، الارتري جه وصل لحد البدايه دي هنا اهو، راح جاي عامل ايه؟
وراح جاي يتقلب فوروردز على طول من تحت الروستروم اوف ذا كورباس كالوزم، وراح جاي طالع لفوق اهو شايفين، وراح جاي طالع لفوق مشي على الكورباس كالوزم، فضل ماشي متابع الكورباس كالوزم حتى نهايته، ونهايه الكورباس كالوزم اسمها سبلينيوم، لحد مستوى مين؟ لحد مستوى البارايتو اوكسيبتال سالكس حيث ما ينتهي. يبقى اذا هذا الارتري اللي هو الانتيريور سيريبرال ارتري جاي من الانفيريور سيرفيس من الانترنال كاروتيد ارتري، دخل للميديان لونجيتودينال فيشر من تحت الروستروم، وفضل ماشي في الكالوزا السالكس، فضل ماشي في الكالوزا السالكس اللي فوق الكورباس كالوزم لحد نهايه الكورباس كالوزم اللي اسمها السبلينيوم، ثم ركب بعد ذلك على البارايتو اوكسيبتال سالكس وانتهى. الفروع اللي كانت خارجه منه ثلاث انواع من البرانشز، برانشز هتغذي السيريبرال كورتكس يعني الاوتر زون اوف ذا سيريبرم يسموها كورتيكال برانشز، برانشز اخرى تغذي الانر ماس اوف ذا سيريبرم السنتر اوف ذا سيريبرم في الداخل هيسموها سنترال برانشز. هو مش جوه فيه الهوايه مطر، ده فيه هوايه مطر وفيه تراكتس وفيه بيزال جانجليا وفيه يسموا البرانشز اللي داخله تغذي في الداخل سنترال برانشز. اما البرانشز اللي بتدي الكورباس كالوزم اللي استضافه في الكالوزال سالكس بتاعه يسموا البرانشز اللي بتغذي الكورباس كالوزم كالوزال برانشز. طب تعالوا نشوف الكورتيكال برانشز هتغذي السيريبرال كورتكس كويس، بس السيريبرال كورتكس بتاعت مين؟ بتاع السيرفيس اللي ماشي عليه. طب هو كان ماشي على اثنين سيرفيسز، كان ماشي على الانفيريور سيرفيس من تحت وكان ماشي على الميديال سيرفيس، فهيغذي السيريبرال كورتكس الميديال سيرفيس اوف ذا سيريبرال كورتكس بتاع السيريبرال هيمسفير من الفرونتال بول في الامام لحد البرايتو اوكسيبتال سالكس في الخلف. دي حاجه. حاجه تانية هيدي السيريبرال كورتكس بتاع ايه؟ بتاع الجزء من الانفيريور سيرفيس اللي كان ماشي عليه اللي هو الميديال هاف اوف ذا اوربيتال بارت اوف ذا فرونتال اوربيتال بارت اوف ايه؟ اوربيتال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس بتاع الفرونتال لوب. السنترال بارت او السنترال برانشز، السنترال برانشز اللي هتدخل في الداخل اللي هتغذي الهوايه مطر، هتغذي مين في الهوايه مطر؟ هتغذي الكورباس استرايت. الله، الكورباس استرايتم دي بيزال جانجليا، بيزال جانجليا ومعاها جزء كده من تراكت هي الانتيريور لمب اوف انترنال كبسول، هيغذي الانتيريور هاف اوف ذا انتيريور لمب اوف انترنال كبسول مع الكورباس استرايتم اللي هو الهيد اوف كوديت نيوكليوس واللينت فورم نيوكليوس، وكذلك يغذي السبتم باللوسيدم. اما الكالوزال برانشز فهي اللي تتولى تغذيه كل اجزاء الكورباس كالوزم ما عدا السبلينيوم. ده الانتيريور سيريبرال ارتري. مره تانية هنشوفه في رسمه اخرى اهوت، ادي الانتيريور سيريبرال ارتري اللي كان طالع من هذا المكان هيغذي هنا اهوت، دي كورتيكال برانشز هتغذي الميديال half of the orbital part of the inferior surface بتاع الفرونتال لوب طبعا. وادي كان الديستريبيوشن بتاع الارتريز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. اهميه هذا الارتري ايه؟ بنقول ان كان بيغذي جزء من الميديال سيرفيس اللي هو في الابر بارت اوف موتور اند سنسوري اريا بتاع الباراسنترال لوبيول اللي كانت ممثله في الاريا اوف لور لمب، كذلك بيغذي جزء من الانترنال كبسول والسبتم باللوسدم والكورباس كالوزم. ده كانت الاريا اللي بيغذيها الانتيريور سيربرا من الانفيريور سيرفيس، اما طبعا هو كان ماشي على الميديال سيرفيس لكنه هيطلع على السيريبرال كورتكس كمان بتاعه السوبيرو لاترال سيرفيس وهيغذي منها الابر 1 انش لحد مستوى البرايتو اوكسيبتال سالكس. البرايتو اوكسيبتال سالكس ده احنا خدنا انه كان موجود على الميديال سيرفيس، لكن بيطلع يطل على جزء من اللاترال سيرفيس اللي هو بيمثل نهايه توزيعه الكورتيكال برانشز اوف ذا انتيريور سيريبرال ارتري. يبقى نلخص ونقول الكورتيكال برانشز، لو نرجع على الرسمه اللي فاتت تاني، الكورتيكال برانشز اللي كان بيغذيها الانتيريور سيريبرال ارتري هيغذي كل السيريبرال كورتكس بتاعه الميديال سيرفيس لحد من عند الفرونتال بول لحد الباراتو اوكسيبتال، وهيغذي ايه كمان؟ هيقوم جاي مغذي كل السيريبرال كورتكس بتاعه الميديال هاف
of the orbital surface أو orbital part of the inferior surface من عند الفرنتال لوب، ويغذي مين كمان؟ وهيغذي الـ upper 1 inch of the cerebral cortex بتاعة السوبيرو أو بتاعة الـ lateral surface تمام لحد مستوى البارايتو اوكسيبتال. السنترال برانشز اللي هتغذي الانر ماس اوف ذا سيريبرال هيمسفير اللي هوايه مطر بملحقاتها اللي هي كان بيغذي مين؟ كورباس استرييتم اللي دي بيزا الجانجليا، انترن كبسول هوايه مطر، سيبتم باللوسدم اللي هو الممبرين اللي يفصل الانتيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل هو والبودي واللاترال فنتريكل عن بعض اللي هو السيبتم باللوسدم. الكالوزال برانشز اللي هتغذي كل كورباس كالوزم ما عدا السبلينيوم. ادي كان توزيعه الارترز او البرانشز اللي طلع من الانتيريور سيريبرال ارتري، ونصل الان الى الارتري الثاني اللي اسمه الميدل سيريبرال ارتري، وده هنخليه للمحاضره الجايه.